من احتفالية أيام الثقافة السورية، أقامت مديرية ثقافة السويداء مهرجان التراث الشعبي اللامادي الثامن الذي ضم العديد من النشاطات والعروض المسرحية، وذلك إحياء للتراث الشعبي. مهرجان التراث اللامادي الشعبي الثامن يقام في مديرية ثقافة السويداء ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية المقامة باحتفاليات لمديريات الثقافة على مستوى القطر، والتي اختارت لها وزارة الثقافة لهذا العام عنوان الثقافة تراث وإبداع. حرصنا أن نوائم ما بين التراث والحداثة والإبداع، أن نقدم التراث بشكله الإبداعي الجديد. دائما مديرية الثقافة بتقيم هذا المهرجان إحياء للتراث الشعبي. هناك حلة جديدة في هذا العام ونخبة من الباحثين والكتاب، أيضا هناك عنصر التراث اللامادي العطفة. واجب علينا أن نعمل على تطوير التراث وأن نقدمه بصورة أكثر حداثي، أكثر قرب للناس. طبعا ضمن أيام الثقافة السورية اللي بتقيمها وزارة الثقافة كان هذا العرض تناول موضوع العطفة يعني بشكل تاريخي. تعمل مديرية ثقافة السويداء وعبر نشاطاتها المتعددة على إحياء التراث الشعبي للمحافظة والتعريف به وأهميته، وذلك من أجل الحفاظ على هويته من محاولات التشويه المتعمدة التي تطال التراث السوري بشكل عام وتراث المحافظة بشكل خاص. شام حمدان، الإخبارية السورية، السويداء.